مرحبا بكم في النقلة المباشرة بعد لحظات لمباراة الدور 16 من كأس تونس لكرة القدم المصغرة الموسم 2017-2018. الموعد مع مباريات الكأس بالطبيعة، نهار الجمعة نقلنا مباراة، ثم البارح مباراة مشوقة أيضا، الترشح نهار الجمعة كان لابن خيار قدام سيريانا، ثم يوم أمس مباراة مشوقة برشا، ترشح تزاركا ميني فوت قدام وادي الليل بركلات الجزاء، يعني زوز مباريات اللي تم بثهم بصفة مباشرة في تاريخ الكأس، يعني بركلات الجزاء عرفنا اسم المتأهل إلى الدور الثمن النهائي. هل اليوم بين السمعة وأيضا سبورتينغ النحال باش يمشيو لضرب الجزاء أو لا؟ أكيد الكلمة بعد لحظات لزميلنا فخر الطاهري والمباراة اللي باش تدور في السمعة باش نعرفوا اسم المتأهل. كما قلت مباراة فيها اختلاف الأقسام، بما أنه السمعة تنتمي بطبيعة على القسم الأول، نسمة سوبر ليج في القسم الأول، في حين سبورتينغ النحال في القسم الثاني. ما نطولش عليكم برشا، خلينا نشوفوا التقرير الخاص باستعدادات الزوز فرق للمباراة هذه ثم نرجع. يسدل اليوم الستار على مباريات الدور السادس عشر من كاس تونس لكرة القدم المصغرة، ومن المباريات المبرمجة لليوم قمة بين فريق السمعة ميني فوت وسبورتينغ النحال، مباراة لا تقبل القسم على اثنين بين زوز فرق مختلفين على جميع الأصعدة، وين يعول السمعة على لعب الأدوار الأولى من أجل التتويج بالبطولة، في حين يسعى النحال الناشط في القسم الثاني لمواصلة إنجازاته والصعود في نهاية الموسم، ويبقى القسم المشترك هو الوصول لأبعد حد في مسابقة الكاس. السمعة اللي يحتل المركز الرابع في المجموعة الثانية يتميز بعدم الاستقرار في النتائج، 4 انتصارات تعادل وثلاثة هزائم 18 بونتو بين أهداف مقبولة ومدفوعة يخلي المباراة لا تخضع لأحكام مسبقة، خاصة أنه سبورتينغ النحال يمر بفترة إيجابية ويعتبر مراهن جدي على الصعود. هذا ما يخلينا ننتظر مباراة مفتوحة بين الفريقين، فلمن ستكون الكلمة الفصل، للسمعة أو للنحال؟ السمعة أكيد عندها كلمتها في بطولة نسمة سوبر ليج للقسم الأول، بما أنه فريق من عمرين ينشط في الدرجة الأولى، في حين النحال بطبيعة فريق حديث العهد. النحال الفريق هذا ينتمي لولاية جيبس بطبيعة، وجاب لنا مساهرين ولاعبين قدم كما دار موسى طارق موسى، أيضا سويلح موسى في الملعب الجيبسي، وأيضا بالنسبة للميني فوت فريق عنده باع وذراع ومراهن جدي كما قال زميلنا معز مملوك في التقرير بالنسبة للصعود. احنا باش نمشيو ونشوفوا التصريحات وأجواء ما قبل المباراة، ما قبل العرس الكروي هذايا. مقابلة تقدم مقابلة كأس، فريق النحال عنا عليه فكرة بسيطة مش فكرة كبيرة، وإن شاء الله الأولاد يكونوا في نهار وإن شاء الله مربوحة. جينيرال مقابلة كأس هي راهي ما عندهاش أحكام مسبقة، بالنسبة لنا جمعية النحال رانا ما عندناش عليها فكرة كبيرة برشا. عندنا طريقة لعب باش نحاولوا نطبقوها سور تيران، وبالطبيعة الأجدر هو اللي باش يكون خير. كما تعرف احنا حضرنا الماتش نتاعنا. مباراة كأس ما عندهاش أحكام، أما الكورة سور تيران. معناها إن شاء الله نكونوا حاضرين كما يلزم ونطبقوا تعليمات المدرب بإذن الله، إن شاء الله موافقين وإن شاء الله نروح بالانتصار إن شاء الله. في الميني فوت الحمد لله أنهم العباد كل الإكيبات كلها كي بعضهم، فماش ديفيزيون 1 وديفيزيون 2. وفي الكوب ديما ما فماش احكام مسبقه، واثنين الميني فوت معناها كيف، والجمعيات كلها تقارب لبعضها، معناها بان كيلكوزان اللي عندهم شويه فلوس، لكن ديما كرويين معناتها مش بعض على بعضهم. بالفعل الميني فوت ما فيش احكام مسبقه، وخير دليل على ذلك اولمبيك وادي الليل البارح احرج فريق تزاركا ميني فوت. هل اليوم السمعه باش يكون ثالث فريق من الوطن القبلي يترشح للدور الثمن النهائي ام لا؟ الاجابه بعد لحظات مع فخر الطاهري والبث المباشر للمباراه. نمشيو لزميلنا فخر للتعليق والوصف على الفتره الاولى. شكرا لك زميلي مكرم الباجي، مشاهدينا الكرام متابعينا عبر قناة نسمة وموقع نسمة السبور، مساء الفل لكم الكل في هذا الموعد الكروي الجديد في إطار الدور السادس عشر لكأس تونس بين السمعة ميني فوت وسبورتينغ النحال. القسمة لا تقبل القسمة على اثنين للمباراة، عفوا يا إما واحد يا إما اثنين، يعني قاطع ومقطوع باش تكون غايبة باش تكون في إجازة وقت. أجمل صورة حاليا توصل قبل الانطلاق أو قبل ضربة البداية، تكريم يعني للملعبية وكذلك للقناة اللي تقام تحكيمها لمباراة لمسات تنظيمية قبل ضربة البداية. خلينا ندخلوا في صلب الموضوع ونشوفوا تشكيلة الزوز لفرق السمعة ميني فوت وسبورتينغ النحال. كل مدرب عول على الماكينة على الخريطة الفنية. نمشوا تشكيلة سبورتينغ
النحال، لؤي قنجة مع صاحبي كرية من ناصر الأسبوعي، أحمد عثمان، أحمد قناوي، حمدي موسى، نيس شعبان، نسيم عثمان، بلقاسم ناجي، طارق اللذاري، فراس فرجاني، مجد الدين جليدي، عبد اللطيف كريم، غيث فرحات، أحمد كحيلة والمدرب صلاح الدين عثمان. بالنسبة لتشكيلة السمعة مين يفوت؟ هيكل شبوح كحارس مرمى الأول مع حارس مرمى الثاني ناصر السحلي، بلال بن كامرة، مروان بن سليمان، منتصر عزوز، صلال الطمطماتي، وصال بن سليمان، واصف بن سليمان، اسكندر بن حميد، علاء بن سالم، اسلام الذعباك، وسيم الورغي، محمد شقرون، خليل بخياطة، فيصل بودريو، والمدرب مروان بن سليمان. بالنسبة لطاقم تحكيم مباراة اليوم، حكم أول محمد ياسين بن قاسم، يساعدوا كل من عدنان كشرود والشيد الجزيري، والمراقب فتحي المسعدي هو اللي يراقب مباراة اليوم ويراقب كل تحركات الملاعب. كما تراو يعني الأزياء بالنسبة للخضراء والسوداء وهي أزياء سبورتينغ النحال، وفي المقابل الخضراء والحمراء بالنسبة للسمعة مين يفوت. نتمنى الفرجة، نتمنى المتعة عبر قناة العائلة، قناة نسمة اللي في كل مرة تحاول تعيشكم الحدث لمين يفوت. تنطلق الكرة وتربية البداية تمشي أرامية التمس، أولى الثواني والكرة تمشي لسبورتينغ النحال برمية التمس باش تلعب من صاحبي كريم، تمشي في اتجاه حارس المرمى هيكل شابو حارس السمعة مين يفوت. فريق السمعة يلعب في القسم الأول المجموعة الثانية، في المقابل سبورتينغ النحال في القسم الثاني المجموعة السادسة. بالنسبة للنحال يعني خلينا نعرفوا لمحة يعني جغرافيا أين تقع النحال. توجد النحال بمعتمدية الجيبس الغربية في واحد جيبس، تأسست هذه الجمعية في 2017. المعروفين بالنسبة بسبورتينغ النحال يعني أشبال من الأسود التي نزلت ليبقى اسم النحال شامخان شموخ نخيل وحاتية. بالنسبة للسمعة هي مدينة تونسية تقع في ولاية نابل، تنتمي إداريا إلى معتمدية ابني خيار، اقتصاديا أنتجت للسمعة بعض المنتجات يعني المعروفة بها المدينة هذه مثل يعني المكنس وكذلك الحصير. الكرة باش تمشي رمية التماس للسمعة ملعوبة بين علاء بن سالم، ثم تمشي كرة من جديد باش ترجع بالكرة لفريق السمعة، هو اللي يستضيف هو اللي يستقبل ابناء الجنوب. تلعب رمية التماس، حارس المرمى حاضر في مرة أولى ثم توعد كما جات. أحمد العثمان مبدأ السلامة والأمانة، خرج الكرة تتلعب على اليمين، التوسيعة وين ولا الظهير الأيمن ما فهمش، يخسر الكرة، هجوم السمعة باش يرجع لأبناء النحال من عبد اللطيف كريم، ياخذ الكرة يحاول يستحفظ عليها ثم تمريرة طارق الذاري يطولها في العنق، تمشي تغادر المستتير الصغير بضربة مرمى لسبورتينغ النحال. لؤي يلعبها مع ناصر اسبوعي، ياخذ راحته في مناطقه، يحاول ينتظر موسينتا ثم ارضيه تمريره في اتجاه غيث الفرحات. كره شنو يقول حكم؟ يقول بضربه مخالفه للمحطه الدفاعيه للالوان الخضراء والسوداء. ابناء النحال تمشي ملعوب على اليسار من انيس شعبان، حاول يهرب على اليسار، تغطي في مرولة من علي بن سالم. الخبره يعني ملاعبي عنده خبره بالنسبه علي بن سالم في تشكيله السمعه مين يفوت، اللي عندها 13 نقطه في الخزينه في الرصيده وتتكلاس الرابعه. تمشي كوره من جديد، رمية التماس ملعوبة لصاحب الديار اسكندر بن حميدة، ثم في مرة أولى ثم توسيعة يحاول يبدلها على اليسار، لكن الكرة الأخيرة كانت قوية، تمشي تغادر المستتير الصغير برمية التماس من جديد لأبناء الجنوب أهل الجود. تمشي كرة بدون عنوان الحرس لمرمى، الكرة الأخيرة كانت ملعوبة من بلقاسم بن ناجي للمنافس منتصر عزوز. شويرا عصفور حاول يلعب كوره يربح رميه التماس، يربح رميه التماس. دائما مشاهدينا الكرام متابعينا عبر قناه العائله وموقع نسمة الاسبور، المباراه هذه مباراه كاس في اطار الدور السادس عشر لكاس تونس على مستوى يعني الكاس. كان انتصر السمعه من يفوت امام امل فريانة اللي يعني في القاسرين بضربات الجزاء. خلينا بلاش تمشي كوره على اليمين الهجمه، لكن يرجع على الدفاع وتزيده بهي الفكره، بهي الفكره، لكن كوره ترجع لصالح السمعه من يفوت.
كما قلنا بالنسبه للترشح كان امام امال فريانا في قصرين بضربات الجزاء 2-0 النتيجه كانت. في المقابل سبورتينغ النحال كان معفى في الدور الفور التسديده بايل التسديده من وسط الميدان تقريبا باقدام عبد اللطيف كريم بدون لطف في التسديده الاخيره يلعب القوه لكن بعيده تمشي كره ترويت بالزر من وصف ترابيسي لكن يربح المخالفة يربح ضربة المخالفة في الكرة والتدخل الأخير من وصف ترابيسي يخليها إلى زميله باش يلعب المخالفة طليل المطماطي هو اللي باش يلعب الكرة حكم يحاول ينظم الأمتار القانونية تلعب المخالفة وين راس الكرة ما ياخذهاش بالراس مروان بن سليمان يعني في الجمعية هذه عندنا مروان بن سليمان ويصال بن سليمان زوز إخوة يلعبوا في السمعة ميني فوت الميني فوت اللي نجم نقوله مساحة لالتقاء العائلات بما يعني فريق في زوز إخوة حتى ممكن ياسر المتابعين الجمهور رغم أنه يعني طقس البارد رغم أنه موجود يعني فما مباريات قاعدة تدور حاليا لأنه يتابع هذه المباراة تمشي كورة يمشي قدم بها واسف ترابيسي بدل على اليسار بن كامرا ثم كو حاول يبدل الكرة يحاول على اليسار كنت فك وتمشي هجمة والكرة تمريرة كانت تقوية تمريرة ثنائية بين أحمد عثمان والصاحبي كريم ملعوب التماس ما ياخذهاش طليل تمشي للفريق لأبناء الجنوب حاليا تقريبا 5:30 ودائما الجزء الاول من مباراة الكاس متعادل ما زالت النتيجة بيضاء تفتقد للاهداف وللزيارات الرسمية كرة بالراس بين الصحبي كريم ثم تمشي دون عنوان ما تمشيش الى الظهير الايمن ضربة مرمى يربح سبورتينغ النحال حارس لوي منجا يلا يا منجا يحاول ياخذ راحته ينتظر الصعود الهجوم يربحوا الامتار ثم باش يرجع الكره للاعب يلعبها قصيره او تكون كره على الطول يخير يلعبها على الطول في العمق تفوت وسط الميدان تمشي بمخالفه للمدافع طارق الظاهري في الكره الاخيره ما زلنا ننتظر الاهداف ننتظر الزيارات الرسميه خاصه وانه يعني مين يفوت تعودنا بكثره الاهداف وكثره الومضات الهجوميه مخالفه الحكم يقول ضربه المخالفه مخالفة باش يرجع هذه المرة يتحصل عليها المدافع المحارب في المنطقة الخلفية للسبورتينغ النحال طارق الظاهري ملعوبة توصل الكرة تمريرة بين أحمد الكحيلة يدور به يربح يربح على مخالفة في من خلال الكرة الأخيرة كان التدخل من اللاعب خليل بوخياتا شويرا مرة عيطولو مرة خليل بوخياتا في الحومة في السمعة في الوطن القبلي في بني خيار بما انها تتبع معتمدين بني خيار كما تراو يعني جمهور حاضر يشجع يشحن بطاريات الملعب كوره عند المدافع يمشي به يقدم تمريره من مروان بن سليمان ثم يرجع الحرس لمرميه الى هيك الشبوح اسكندر بن حميده اسكندراني طولها ياخذها المره الاولى الترويض في مره اولى ثم تمشي لثير ايسر حب يفتح على الزاويه ويضرب الكوره لتكون سحقة لكن حاضر في التغطية الأخيرة صاحبي كريم تمشي من جديد عند بقاسم بن ناجي على اليسار حاول يهرب بالكرة ناصر الأسبوعي لكن تتفك في مرة أولى ترجع من جديد على الكرة لأقدام السمعة من يفوت تتحرك على اليسار على كل وار والانزلاق الانزلاق بالسيق في الكرة الأخيرة في الوقت المناسب بقاسم بن ناجي يسكر المنافذ المؤديه ثم تلعب الركنيه خارج منطقه الجزاء ياخذها في مره اولى وسيم الورغي ثم في مره الثانيه تمشي كره بضربه الركنيه ركنيه على يسار حارس المرمى لؤي من المنجا لؤي في منطقه الجزاء في الكاج يحاول ينتظر الكره تزيده تزيده بجانب القائم الايسر كانت باقدام منتصر عزوز عصفوري عيطولو عصفوري يضر فيه باش يثير برشا اليوم في المباراة وممكن ياسر يسجل بما انه يلعب يعني الاكثر على مستوى الهجوم تمشي كورة رمية التماس لابناء سبورتينغ النحال بالاخضر والاسود من عثمان الكورة شنو يقول حكم يقول مخالفة يقول ضربة المخالفة مقابل الكاش تلعبها تمريرة والتماس وكادي يسجل كادي يسجل ولا الهدف كرة هذه المرة بجانب القائم الأيسر
لحارس المرمى هيكل شبوح. مش ترجع الكرة ضربة مرمى كما تراوا الجمهور عامل يعني بونكيف وركاج يتابع يساند الملاعبية. أنصار السمعة ميني فوت تمشي كرة ملعوبة بين مجد الدين جريدي. يلا يا مجد يربح رمية التماس يمشي للنصر أسبوعي ينتظر المسندة يلعب على اليمين في اتجاه في رأس فرجاني. فرجاني ثم تمشي كرة بالرأس التزيدة فوق الكاج التزيدة الأخيرة فوق الكاج. يعني المباراة النجم نقولها فرصة بفرصة بين زوز الجمعيات كل فريق يحاول يسجل منذ البداية. ماكينة النحال وكذلك ماكينة السبور السمعة ميني فوت لكن ما زالت النتيجة دائما بيضاء تنتظر أولى الأهداف. يعني بالنسبة لمدينة السمعة زعما بشنو مشهورة السمعة خلينا نحكيو بما أن يعني مباراة كرة قدم على المستوى الرياضي معروفة يعني برياضة العدو الريفي أخرجت عديد الأبطال عربيا وإفريقيا على غرار يعني نتذكروا برشا ممكن شاذلية الحمامي خاصة الكبار قاعدين يتفرجوا فينا في الثمانينات يعني شاذلية الحمامي وكذلك هدي شبوح وراضية القروي في التسعينات وهنال الشواشي في العشرينات. تمشي كورة رامية التماس ثم تزيدة تزيدة قوية لكن فوق المرمى هذه المرة. حاليا قاعدين نلاحظوا مبدأ التزيد كسلاح أمثل للزوز الفرق كما تراو النساء الفتيات الرجال الكبار كل يتابع فما كما تسمعوا حتى في الأغاني الأهازيج حاضرة في الوطن القبلي لمنصرة أبناء السمعة من يفوتوا فما كذلك بعض من الجماهير اللي تنقلت من الجنوب. هاو خليكم حتى الصوت يوصل بما أن الصورة 5-5 وصلتنا والكرة تمشي من جيدة قدر المستطيل الصغير ترجع لحارس المرمى مازال في إجازة وقتية كما تراه في السيد عامل جو يغني متخمر مع المباراة يقول لك خلي معنويا الملعبية يتحركوا خلي يتحروا الأقدام وراو أجمل صورة وأجمل ميني فوت في إطار كأس تونس. عودنا يعني بطولة نسمة سوبر ليج هذه المرة مباريات الكأس والكرة تمشي رمية التماس بعد التدخل بالرأس من محمد شقرون يمشي مش يلعب رمية التماس من مجد الدين جديدي لكن قبل ذلك بعد تدخل المهاجم على الكرة الأخيرة المهاجم غيث فرحات خلي الكرة باش ترجع مخالفة ملعوبة على اليسار تمشي على الكلور اليسار لكن افتكاكها ممتاز من بلقاسم بن ناجي تكتيك وصل ميدان يرجع يساعد زملائه في المناطق الخلفية باهي المراوغة والتمريرة لكن تمشي رمية التماس. وصلنا تقريبا 12 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول ودائما النتيجة ما زالت سلبيا متعادلة. تمشي كرة هجوم لأبناء النحال على اليسار حارس المرمى في مرة أولى حارس المرمى ممتاز ممتاز حارس المرمى في الكرة الأخيرة في الوقت المناسب يخرج يسكر الزاوية اليمنى اللي حاب يعني يسدد عليها مهاجم السبورتينغ النحال اللاعب لاعب الفريق نسيم عثمان في الكرة الأخيرة حارس المرمى كما تراو بين المدافع حرس المرمى باش ترجع الكره بمخالفه للمحطه الدفاعيه باش تلعب من مروان بن سليمان يطولها تمشي بالراس مقطوعه في مره اولى ثم في مره الثانيه يخطع الكره او لا ما خرجتش الكره تمشي لابناء الجنوب ملعوبه من بلقاسم بن ناجي تمشي رميه التماس من جديد رميه التماس من جديد. يعني بالنسبه للسمعة ميني فوت كما تراو يعني ممكن ياسر قاعدة في 13 دقيقة تقدم في كرة مزيانة لكن الفريق هذا يمر ببعض الصعوبات خلينا نحكيو عليها بما انه يعني فرصة والنقل التلفزي لنقل المباراة وكذلك نقل الصعوبات لعل يعني رجال هذه المدينة يقدموا يد المساعدة لفريقهم يعني عدم توفير ملعب اختصاص ميني فوت بمدينة السمعة قاعدين نلعبوا في الميدان هذا مشاهدين الكرام أصدقائي المتابعين يبعد 4 كيلومتر يعني ملعب هذا على مدينة السمعة الملعبية حتى كما حكينا مع المدرب الفريق
مروان بن سليمان يقول اللي هو يلعب في نفس الوقت ومدرب راه حاليا المدرب تمت اقالته عنده زوز مقابلات اللي ملي ابي هذا مروان بن سليمان هو اللي يشرف على الفريق وكذلك يلعب في الفريق او يلعب تلعب الكره تضرب في المدافع في مرولة ثم ترجع مخالفه يعني التمارين والمباريات الرسميه تدور بعيد عن المدينه كما قلت لكم كذلك الموارد الماديه ضعيفه بحكم عدم وجود مؤسسات وبلديات البلديه نتاعهم يعني المورد نتاعها ضعيف يعني ديما نعرفوا يعني بلديه هي اللي تقدم يد المساعده للفريق لكن فما صعوبات زاده للبلديه تخلي الفريق هذا ممكن عنده مشاكل ماديه الحارس ممتاز تنفيذها للكوره التهزيده كانت ماشيه مباشره للزاويه اليسرى لحارس المرمى سبورتيغ النحال لؤي منجا لكن تبع خرج الركنيه يعني رجال بني خيار المعتمديه وكذلك مدينه السمعه ورجال نابل والوطن القبلي اللي نجم يساعد الفريق ما فيها باس يقدم يد المساعده نرجع للتعليق على المباراه للكوره برميه التماس للسمعه من يفوت يمشي لها طلال المطماتي يلعبها تبعت بالراس في مرهوله تخرج رميه التماس مبدأ السلامة والأمانة خرج الكرة باش يمشي الكرة رقم التسعة باش يلعبها من جانب السمعة ميني فوت واسم الورغي ثم في مراولة تبعد من لاعب طارق الظاهري تمشي إلى حارس المرمى تمشي لحارس المرمى هيكل شبوح بليل بن قمرة ترجع من جديد لهيكل شبوح يعني اقتراوا الملاعبين تاع النحال يرجعوا يسيطروا يستعمروا يعني يحتلوا مناطق السمعه راهو فريق السمعه يلعب كرات قصيره ينتظر يعني المسانده من المناطق الاماميه هجوم السمعه تمشي كوره في مراوله ثم ازدواجيه تمشي كوره مقاسيه ممتازه لكنها بعيده فكره ممتازه لمهاجم السمعه من اسلام الدعبيك في الكره الاخيره باش تلعب الكوره من حارس المرمى من لؤي مانجا بالراس تمشي ثم يخطع كرة ولا تمشي كرة تغادر المستطيل الصغير برمية التماس في المقابل نحكيه يعني على جمعية سبورتينغ النحال الفريق هذا شوفوا الأفكار يعني الفكرة كانت فكرة الفريق عفوا بإنجاز مغازة للنادي المغازة هذه شنو اللي فيها يتم بيع الأزياء الرياضية لسبورتينغ النحال يعني بشكور مورد للفريق فكرة باهية برشا لأبناء الجنوب لجمعية سبورتينغ النحال كما تراو يعني مين يفوت قاعد يتطور شوية شوية تو يولي يعني كما كرة القدم 11 ملاعب ممكن أكثر عنده برشا يعني أفكار قاعدين نراو فيها في كل مباراة من جولة لجولة أخرى والكرة تمشي حارس المرمى خارج منطقة الجزاء مخالفة يمسك الكرة خارج منطقة الجزاء لؤي منجا يخلي الحكم يزفر ضربة المخالفة مخالفة قريبة من كاج من المرمى ممكن ينجم يستغلها ابناء السمعة من يفوت ابناء الوطن القبلي ويسجل ويدشن ويمتر الشباك في 17 دقيقة على كل ما نسبقوش الأحداث بما أنه يعني الجدار البشري أربع ملاعبية تقريبا لصد الكرة لمنع الكرة من الزيارة للشباك وراهم حارس المرمى الوحش لؤي منجا يلا يا لولو لولو في أمام الجدار ينتظر التسديد لعب الكرة يرفعها ثم بالراس بيجرب القام بالراس ممتاز متفتن في الكرة الأخيرة صاحبي كريم ثم ركنية كانت في شكل تسديدة ماهيش في شكل توزيعة كما تراو يعني في الزوز مدربين وكذلك الإطار الفني للزوز الفرق التوصيات الفنية من أجل تعديل الماكينة تمشي كورة رمية التماس لكن الحكم قبل ذلك زفر يبدو لي فيها مخالفة باش تلعب بين حارس المرمى وذا رايسر من منتصر عزوز ثم يطول الكورة ممتاز حارس المرمى ارتماء رشيقة ممتازة ممتاز حارس المرمى بديت يعني نجم نقولوا حوار الحراس بين زوز الجمعيات بين الكوارجية بين الفنيات الملاعبات يمشي كرة على اليسار يحاول يهرب ممتاز يسبق الكرة طارق الظاهري ثم يلقى يسقط عرضية الميدان مازال ملقى
يقوم سلامات قدير في يعطي الصحة يطلب السماح من ملاعبي السمعة من يفوت حبوا الروح الرياضية يعني يكون حوار الأقدام المنافسة نزيهة وهذا يعني شعار من يفوت يعني كوسيلة للتحابب وكذلك للتآخي بين كل الجهات المخالفة باش تلعب جدار من ثلاثة ملاعبية للسمعة من يفوت بالتحديد طليل ووصال وواسف وشكون باش يلعب الكرة تزيدة كانت من ناصر اسبوعي تمشي برمية التلامس كما تراو فيها مروان بن سليمان مدرب السمعة من يفوت يحاول كل ملاعبي يعطيها المكانة نتاعو فين يقف وكذلك يحاول يعطي توصيات لبناء الهجمة تمشي كرة توزيع من منتصر عزوز ثم تمشي من جديد لبراس لأبناء السمعة من مروان بن سليمان ترجع الكرة هجوم لكن حارس المرمى حارس المرمى يخرج كقلب دفاع بالراس بعد الكرة ثم تزيد ممتاز التزيد فكرة كما قلت لكم التزيد هو السلاح الأمثل لزوز الجمعيات في هذا الجزء الأول من مباراة الدور السادس عشر كأس تونس بين السمعة من يفوت في القسم الأول وسبورتينغ النحال في القسم الثاني ولمن ستكون الجدارة والانتصار تمشي كرة بالرأس تمشي تمس رامي التلتمس في التدخل الأخير صاحبي كريم باش يلعبها في المقابل طليل يلعبها في مرهولة ثم ترجع كما جات بعدها المدافع عبد اللطيف كريم تمشي في الجهة المقابلة إلى اللاعب وسيم الورغي ثم حارس مرميه هيكل شبوح يطولها لكن استقبال جيد بالراس تمشي كورة هجمة معاكسة على اليسار لشكون المخالفة المخالفة يبدو لي لسبورتينغ النحال المخالفة يبدو لي سبورتينغ النحال في الكورة الأخيرة كانت هجمة معاكسة بقيادة اللاعب بقاسم بن ناجي بعد ما كانت من هيكل شبوح كما تسمع في المدرب يقول له حاول سكر الوسط على خاطر وسط الميدان نعرف يعني في الكرة العصرية إذا عندك عمود فقري وسط الميدان قوية نجم تصول وجول وتبني الهجمات وكذلك تقطع الهجمات في نفس الوقت المخالفة رقم 7 و8 ناصر السبوعي وصاحبي كريم بالنسبة لنا حارس كل باش يلعب منها من كرة في المقابل حارس المرمى والمدافعين ينتظروا تزيدة ما تمرش تضرب في الجدار في مروان ثم في مرة الثانية التدخل تمشي كرة رمي التماس لابناء النحال يربح الأمتار ويقرب للمرمى والكرة الكرة بعيدة هذه المرة هذه المرة أحمد كحيلة صاحب التزيدة الأخيرة تمشي بين حارس المرمى شبوح في اتجاه أقدام سبورتينغ النحال صاحبي كريم ثم تمشي كرة من جهة غادر المستتل الصغير بضربة مرمى للسمعة من يفوت ننتظر الأهداف الفرجة موجودة وكذلك المتعة موجودة لكن الأهداف ما زالت ماهيش موجودة تمشي كرة بالرأس محمد شقرون ثم شنو يقول حكام رمي التماس لأبناء الوطن القبلي يلعبها ويصال بن سليمان بالرأس من المدافع تمشي ركنية يربح ضربة الركنية في الهجمة الأخيرة رمي التماس لكن المدافع في منطقة الجزاء يقول لك أن خرج الكرة برمي التماس ماهيش ركنية تتلعب في مرة أولى تبعد من مروان بن سليمان والتزيدة في مرة الثانية في مرة الثانية التزيدة بعيدة ماهيش خطيرة على الكاج على مرمى تمشي كرة رمي التماس من جديد التقطع في اللعب يعني بالنسبة لملاعبي زوج جمعيات كل فريق يقول لك ندخل الشوط الثاني بمعنويات مرتفعة بأسبقية نحاول نسجل في هذا الشوط الأول على كل لكن التسرع فرق والسرعة فرق على كل تمشي كورة برمية التماس لسبورتينغ النحال بقاسم بن ناجي ينتظر مساندة من زملائه وشكون يقرب له باش يلعب معاه رمية التماس أو يمشي له نشاهدوا فيها على الصورة ناصر أسبوعي يخير ما يلعبهاش معاه يلعبها في مرة أولى بالراس بقاسم بن ناجي كما جات من الدفاع من وصف ترابيسي لكن مخالفة في الكرة الأخيرة تدخل
الغير القانوني، يخلي الكرة تطلع مخالفة أرضية، الكرة قاعدة تدور لأقدام الجنوب في وسط الميدان، تاك تاك وسط الميدان يدور بالكرة، ثم شنو يعمل؟ يحاول باش يبعد على ملاعبي السمعة من يفوت من وسط فترة، بس تمشي التمريرة مختلفة لحارس المرمى اللي بيدور رمية التماس، رمية التماس. حاليا مباراة النجم نقولوا متوازنة للزوز الجمعيات، سواء لابناء السمعه من يفوت كذلك لابناء سبورتينغ النحال. يعني رينا برشا جمعيات مرت ترشحت للدور القادم، حاليا ننتظر من سيكون المتاهل في مباراه اليوم. تمشي كوره لسبورتينغ النحال من ناصر السبوعي، ثم ترجع له ترويض غسية للكوره، تمشي رامي التماس للمنافس لصاحب الديار لصاحب الميدان. تمشي كرة على اليمين، يحاول يخلط عليها ممتاز، ثم باش يوزع، لكن تمشي كرة بضربة مرمى لحارس هيكل لؤي منجا، ينتظر يركز، يحاول يخزر، يقرا اللعبة ثم يلعبها على اليمين مع زميله أحمد عثمان، ثم ترجع بعد افتكاكها لعلي بن سالم الخبرة، ثم حارس المرمى هيكل شبوح يبعدها من مناطقه الى الفريق النحال. كما قلت لكم بالنسبه لسبورتينغ النحال في الدور يعني ال 32 كان معفى، الدور التمهيدي ترشح امام المتلاوي 4-2، والكره ترجع لفريق النحال في مرؤوله، ثم تمشي على اليمين. اي ماهيش بعيده التسديده الاخيره، كاد يسجل في اخر الثواني من هذا الجزء الاول من مباراة الدور السادس عشر كأس تونس بين السمعة والنحال، والكرة هوائية بالرأس مرة أولى، ثم في مرة الثانية تجي معها نهاية الجزء الأول من مباراة السمعة من يفوت سبورتينغ النحال، نتيجة بيضاء تفتقد للأهداف. مشاهدينا الكرام خليكم معنا باش تكون عندنا متابعة كذلك للشوط الثاني. الكلمة ليك زميلي مكرم البيجي. يعطيك الصحة فخر، شكرا ليك. بيضاء كما قلت انت التعادل السلبي سيد الموقف 0-0 بين السمعة مينيفوت وايضا سبورتينغ النحال، يظل التشويق على اشده في المينيفوت. كما قلت انا المينيفوت لا تعترف بالاقسام، وصراحة ارفع القبة على الفرق هذه اللي تنتمي للقسم الثاني، اثبتت تبان بالكاشف انه ما ثماش فرق بين الاقسام. اذا نقولوا السمعة مينيفوت يعني فريق باسمه عمناو اللي يلعب في القسم الاول، النحال عنده عده اشهر والبضعه اشهر ان صح التعبير من اللي تاسس، فريق يقدم في المردود هذايا وفارض التعادل خارج ميدانه 0-0، كما اولمبيك واد الليل البارح قدام تزركا من يفوت، ونفس الشيء بالنسبه ايضا لسليانا يعني قدام الاتحاد الرياضي بن خيار. يعني بكل صراحه مردود محترم برشا للفرق هذه. بالنسبه خلينا نفتحوا قوس صغير على كره القدم، حدش اللاعب يساش نعرفوا عنده جمهور زاده، الترجي الرياضي التونسي متاخر في النتيجه او التقدم للافريقي بهدفين مقابل هدف وحيد، تقريبا 11 دقيقه يفصلون عن نهايه الوقت القانوني للمباراه، في حين الملعب التونسي انتصر الاتحاد من قردان 1-0. النجم الرياضي الساحلي بعد قليل يعني المباراه نتاعو قريب تنطلق مع ايضا مع نجم المتلوي. بالنسبه للمباريات الاخرى، النادي بنزرتي فاز على الشبيبه القيروانيه 1-0، والتعادل السلبي بين جرجيس وسيسيس، هذه هي النتائج بطبيعه الحينيه. النجم قلت في الشوط الاول مع المتلاوي. بالنسبه لنرجعوا للمينيفوت، كما قلت بين النحال والسمعه مباراه محترمه برسا، شفنا الفرص، الحاجه الوحيده فقط الغايبه هي الاهداف بين الزوز فرق، وهذه متعه الكاس والشرم نتاع الكوب. على كل السنه وفتره ثانيه تتحرك الاقدام ويتحركوا المهاجمين بطبيعه. بالنسبه للمباراه احنا خلينا نعاودوا نذكروا ميسيرش بالاجواء اللي سبقت مباراه السمعه مينيفوت والنحال وتصريحات ما قبل المباراه، ثم نرجع للبلاتو بعد لحظات ونرجع بطبيعة للتسريحات والأجواء ما قبل المباراة. بالنسبة للاتحاد الرياضي بن خيار فاز على النجم الرياضي بسليانة بركلات الجزاء 4-3 بعد ما انتهت المباراة بهدفين مقابل هدفين. بالنسبة أيضا البارح شفنا مباراة قوية ياسر البارح بين بطبيعة تزركة مين يفوت وأيضا أولمبيك واد الليل في وقت القانوني 2-2، ولو أنه تزركة مين يفوت كانت فايزة 2-0 في الفترة الأولى، لكن أبناء أولمبيك واد الليل رجعوا في فترة ثانية عادلوا في مناسبة أولى، ثم في آخر دقيقة في دقيقة 25 تقريبا أضافوا الهدف الثاني. مباراة بركلات الجزاء انتهت بثلاثة
ضربات جزاء ناجحه لابنيه الزرقاء من يفوت مقابل ركله وحيده تمكنوا من تسجيلها، بما انه بالطبيعه في قانون كره القدم المصغره اذا يتعادلوا زوج فرق نمشيوا لزوج حصص اضافيه كل حصه بخمسه دقائق بالطبيعه، ثم ركلات الجزاء كل فريق عنده ثلاثه ركلات جزاء، واذا استمر التعادل نوليو بركله ركله يعني بار اليميناسيون. هذا هو قانون كره القدم المصغره. سينو نذكر انه السمعه من يفوت بالنسبه للدور الفارط في مسابقه الكاس دور 32 كانت ربحت الامل الرياضي بفريانه 2 بلاش بفضل ركلات الجزاء، في حين سبورتينغ النحال في الدور التمهيدي كان فاز على المتلوي 4 اهداف مقابل هدفين، في حين كان معفى من الدور 32 واليوم من الدور 16 بالطبيعه بينه وبين الفريق اللي كنت متابعه فيه السمعه من يفوت، ولو انه قرب عند عديد الفرق في كرة القدم المصغره. على سبيل الذكر قرب من يفوت نادي كيروبيوس السمعه، ما نساوش زاده الزرقاء من يفوت، الاتحاد الابن خيار، اتحاد الحمامات، دار شعبان الفهري، الملعب الرياضي بدار شعبان الفهري، يعني صراحه الوطن القبلي من رواد كره القدم المصغره. وايضا الحاجه اللي تفرح واللي نراه في الجنوب ايضا عندهم فرق بالطبيعه قاعدين يكونوا فرق، وهذا من شانه تاثير الشباب. على سبيل الذكر الحصر جمعيه تطاوين، مطرش، النحال، ايضا جرجيس لكره القدم المصغره. وبما اني ذكرت انديه الجنوب تطاوين لكره القدم المصغره تستعد لاحتضان دوره دوليه من شان انها تتم السياحه الصحراويه في الجهه بالطبيعه، بما انه في شهر مارس دوره في كره القدم المصغره. مازالوا ما عطاونيش الليسته نتاع الفرق المشاركه، لكن حسب الاسباب تكون دوره دوليه ممتازه جدا عندها الجانب الرياضي، وايضا ما ننساوش عندها الجانب السياحي بما انه لتنشيط السياحه الصحراويه في تطاوين. ان شاء الله زاد عديد فرق في الشمال الغربي كيما الكاف وباجا وسليمه لا يعملوا فرق في كره القدم المصغره، ولو انه سيليان عندها جمعيه، لكن ماذا بينا تزيد تزدهر اكثر الميني فوت في الشمال الغربي. ما نطولش عليكم برشا، المباراه مشوقه، نخليكم مع زميلي فخر الطاهري الفتره الثانيه ثم لعنا عوده مع نهايه المباراه. مشاهده طيبه للجميع. شكرا لك زميلي مكرم الباجي. مشاهدينا الكرام مساء الفل لكم لكل من جديد في هذا النقل المباشر لمباراه الدور السادس عشر لكاس تونس، الشوط الثاني بين السمعه ميني فوت وسبورتينغ النحاس. الشوط الاول نتيجه بيضاء تفتقد الاهداف، رينا الكره، رينا المتعه، رينا الفرشه، لكن ننتظر يعني التمويل الهجومي والتوقيع داخل منطقه الجزاء داخل منطقه العثره. كما قلنا بالنسبه للسمعة ميني فوت عندها 13 نقطة من الكلاسة الرابعة في القسم الأول، في المقابل سبورتينغ النحال ينتمي للقسم الثاني للمجموعة السادسة. ننتظر الشوط الثاني وننتظر البداية، مباراة ممتعة على قناة نسمة وكذلك عبر موقع نسمة الاسبور اللي قاعدين يتابعوا فينا ويستنوا شكون باش يتأهل، يا اما ابناء الجنوب واما ابناء الوطن القبلي. كما تراو اجمل صوره تصنع يعني من جمهور الوطن القبلي الذي يشجع ويشحن بطاريات الملاعبيه. تمشي كوره بتمريره في وسط الميدان لسبورتينغ النحال، يمشي يحاول يسدد لكن بعيده للتسديده الاخيره، تمشي بعيده على الكاش، ترجع للسمعه من مروان بن سليمان يطولها في اتجاه زميله وما توصلش لعلاء بن سالم. يعني مباراه اليوم ستكون حاسمه يا اما للسمعه للمرور للدور القادم او سبورتينغ النحال. ملعوبه في مرؤولة تبعد رمية التماس من جديد، اول دقيقه في هذا الشوط الثاني ودائما ما زلنا ننتظر الاهداف. كوره في منطقه الجزاء، تغطيه ممتازه من المدافع طارق الظاهري، غطي على كورته يربح ضربه المرمى باش يلعبها حارس مرماه لؤي منجا في اجازه وقتيه. تصدى برشا كرات لكن نحبوا بصراحه الزيارات الرسميه، نريد يعني المتعه والاهداف. ترجع من منتصر عزوز عصفور لكن تمشي الى الضيوف من ناصر اسبوعي، باش يلعب رميه التماس يخليها هو بنفسه لفراس الفرجاني. فراس يلعبها في مرؤوله الى عبد اللطيف كريم، ثم توزيعها بالراس تبعد في مرؤوله وترجع لوسط الميدان. مايستر وسط الميدان بالنسبه للسمعه من يفوت ويصال بين سليمان، ثم فما دربه كف المناطق الخلفيه كاد يفك الكوره. هاي التسديده الارضيه، حارس سبورتينغ النحال يعني شد كورته كان ممكن يفك له الكوره المهاجم، ثم من الحارس من لؤي منجا الى الهيكل شبوح، والكره
الا تبادل الكره الارضي لابناء الوطن القبلي ثم يبدل كلين الى اسلام الدعبيك حاول يمشي يعمل مراوغه لكن امامه في الوقت المناسب الناصر الاسبوعي تلعب الكره في مراوله خارج منطقه الجزاء تفتك وتمشي للفكاك بلغه الكره عبد اللطيف كريم قاعد بالنسبه للسمعه مين يفوت في دقيقتين لعب في الشوط الثاني خارج من مناطقه يحاول يسكر كل المنافذ المؤديه لمرميه وفي نفس الوقت يحاول يسجل ويباغت الحارس لؤي منجا تمشي كوره على اليسار من اسلام الدعبيك لكن التدخل الاخير من صاحبي كريم يتحرك برشا صاحبي كريم سمعناه برشا يقطع في برشا كرات تمشي رمية التماس في مراوله على الجهه اليسار الكره ما تخرجش وتمشي ديما لابناء السمعه ليخدم السمعه تتحرك وكيف ستكون الكره تمشي رمية التماس كنا ننتظر توسيع على كل خير يلعب الكره قصيره لكن يربح من جديد رمية التماس كما تشاهدوا بالنسبه لملاعبين النحال في مناطقهم الخمسه والكره تضرب في الحارس المرمى وترجع من جديد يبدلها بالراس الومضه الهجوميه الاخيره او كما تلاحظ حتى الجمهور يتفاعل مع التصفيق على الكره والهجمه والومضه الهجوميه اللي بدات من اليمين ثم بالراس على اليسار تمشي بعيده تمشي ليقدم السمعه على اليمين الظهير الايمن طليل ثم تمريرة محمد شقرون حارس المرمى دون خطورة ما ياخذهاش المهاجم يعني ممكن اللمسة الأخيرة بالنسبة للسمعة اللمسة الأخيرة في المناطق الأمامية هي الغايبة قاعدين يصنعوا في برشا كرات على اليسار وعلى اليمين الأطراف تتحرك وكيف ستتكلم بالأهداف بطبيعة الحال تمشي كرة رمية التماس للسمعة من يفوت ملعوبها من واسف ترابيسي لكن يخرجها من جديد الناصر اسبوعي تبادل الكرة ارضي تمريرات على اليمين بين لاعبيه السمعة من يفوت والكرة ما ياخذهاش بالراس في الكرة الأخيرة يعني عندهم مهاجم يظهر فيها يلعب بالراس مليح خليل بوخياتا ملقبينه بمرة ممكن ياسر بشرة رأسية على خاطر يعني إذا حلوها يعني وقت تلعب الكرة تكون تماس كرة رمية تماس على الطريقة الإنجليزية نجم نقولوا في كرة القدم في الملعب الصغير المستطيل الصغير يحاول يصعد خليل بوخياتا باش ياخذها بالراس لكن الدفاع حاضر تمشي كرة من حارس المرمى هيكل شبوح ثم ويصال بن سليمان يضغط عليه احمد عثمان يرجع لحارس المرمى من جديد الى فيصل بوذريوه يبدلها على اليمين لكن اللي حب يستلم الكره لكن فما تدخل يعطيه الصحه للملاعبي نتاع النحال ماهوش قاصد في الكره الاخيره يعارك على كورته بلغه الكوره كان حربي يلعب بجلير يخرج الكره يقطعها تمشي مخالفه الكره مجنبه على الجهه اليسار لحارس المرمى هيكل شبوح كيما تراو يعني التقطوا صوره ممكن الجمهور لما عائليه 100% تونسيه في هذا المستطيل الصغير تتلعب كوره قصيره ثم حاضر ممتاز صاحبي كريم يبعد الكوره كيما جات كريم مالس صاحبي كريم تك تك يعرف يقرا اللعبه بالباهي يعني تقريبا برج المراقبه في المناطق الخلفيه يقعد ويقف يستنى الكوره وقت تجي يبعدها يصعد الهجمه ويحاول يعطي كوره للزملاء وتسديد الهدف الاول بونتو التوقيع ملا الكوره وملا الضربه السحيقه كانت على يسار حارس المرمى اولى الاهداف لابناء النحال توروا الاعاده اذا ممكن في التسديده كانت ومضه هجوميه وتسديده ممتازه جدا يبدلها يعني كليا على جهه اليسار في الاستقبال المهاجم يبدو لي يعني لعب مجد الدين الجليدي كره ممتازه ياخذها يسددها تمشي واول الاهداف يدش ناشي بيك ويجي انذار حاليا للاعب رقم 8 صاحبي كريم بالنسبه لسبورتينغ النحال واحدة بلاش نتيجة وقتية ما كيفاش للضيوف لأبناء الجنوب أنا ولد الجنوب بين الولايات محبوب بالكرم والجود نخطف القلوب حكايتي مع الكرة كيف حكايتي
الدار والباب ما نجمش نستغنى عليها وبلاش بها ما نجمش نعيش. الشباب شجعوني دارنا وكل احباب وكبرت الحلمه وبدات تفسخ في السراب واليوم تحقت وبانت الشمس بعد الذباب مع نسمة قناه العائله والاصحاب والكره تمشي. بعد الكره الحارس التشويق باش يبدا من توا من البونتو تمشي ركنيه للسمع لكن خرج منطقه الجزاء فوتها تك تك والسلاميتين المهندس بقاسم بناشي حاول يبدلها لكن تمشي لصاحب الارضيه للالوان الخضراء ولا حمراء ملعوبه من واصف ترابيزي على اليمين يلعبها ثم باش يسدد لكن حارس المرمى لؤي منجا بعدها. حاليا القسم الثاني منتصر على القسم الاول والهدف على هدف التعادل 1-1 فسخ وعاود من جديد. تزيد الزحفه الساحقه للشباك يسجل به الصعاميني فوت توا راهو سحب الهدف. كانت ورده هجوميه قويه رقم 10 هو اللي سجل علاء بن سالم صاحب الخبره في الكره الاخيره يقتنص الكره بالضربه الساحقه الارضيه للزحفه علي صار حرس المرمى لوي منجا 1-1 التشويق التسابق ولا تلاحق في المباراة وفي الدور السادس عشر لكاس تونس. تمشي كورة رامية التماس صاحب الهدف على بن سالم يلعبها مع بلال بن كامرة يطولها هو كذلك تمشي خارج المستثمر الصغير تعود بضربة مرمى باش ترجع. شنو يقول الحكم؟ يبدو لي مساعد متفطن قال مست في المدافع ركنيه او ضربه مرمى ليه بعد التشاور يعني حتى الحكام يحكيوا مع بعضهم المساعد قال ركنيه والحكم الاول محمد ياسين بن قاسم يقول ضربه مرمى تطلع بضربه مرمى. تمشي كوره ارضيه على اليمين ابناء الجنوب تتحرك على الجهه اليسار يحاول يدور حاب يحط الكره على ساقه اليسار ما تزيدها لكن امامها وصف الترابيزي باش ترجع الكره برمية التماس لي سبورتينغ النحال يحاول باش يتوغل ثم ضغط في المقابل من ملاعبيه السمعه من وسيم الورغي يرتكب ضربه المخالفه على النحال تجي مع انذار الثاني نجم نقولوا في هذا الشوط الثاني زوز انذارات انذار للسبورتينغ النحال وانذار كذلك في المقابل لملاعب السمعة من يفوت كرة مجنبة كاجة على مرمى أمامها زوز ملاعبية شكون باش يسدد من زوز كوارجية زوز يلعبوا باليمين يظهر فيهم بما أنهم الزوز واقفين حدا كرة ممكن قاعدين يحكيوا باش يكون تمهيد أو تزيد مباشرة للمرمى يمشي تزيد لكن أمامها جدار من اسكندر بن حميدة تقدم حارس المرمى تمشي برمية التماس رمية التماس من جديد يعني بالنسبة لسبورتينغ النحال جمعية هذه يعني لم يمر على نشأة الفريق أكثر من عام يعني الفريق هذا كان بعث بأيادي لاعبين ومسؤولين كبار بتبيع كبار بنتائجهم الباهرة وقدراتهم الاحترافية في تسيير الفريق فكرة إنجاز كما قلت لكم مغازة لبيع الأزياء الرياضية للجمعية وكذلك في تسيير الملاعبية والجمعية كما قلت لكم يعني حكينا عليها في برشا مباريات توا كرة القدم 11 ملاعبي في بعض الأحيان يبدا كوارجي ولد الحومة ولد المدينة ولد الجهة عنده في ساقيه لكن ما عندوش بلاصة في فرق كبيرة توا اللي يفوت يوصل لك فنيات وإبداعات قدامك يلا وريني شنو اللي عندك أنا نتابع فيك والصورة أمام المشاهدين وأمام كذلك المتفرجين اللي في المستقبل الصغير. تمشي كورة بعد التدخل الأخير من حارس المرمى كان يقذ تمشي كورة بضربة المخالفة يربحها حارس المرمى حاليا بعد نكيلو يعني فيش عندنا كيلو يعني في الشوط الأول في إجازة وقتية وفات الإجازات توا جينا للصحيح للهدف بما أنه كل حارس جاته زيارة رسمية في تقريبا 12 دقيقة 1-1 قسمة الخيار متعادلة تمشي كورة التسديد هذه المرة بعيدة التسديد لكن هذه المرة بعيدة من ملاعب السمعة خليل بوخياتا ترجع الكورة من جديد بترويض الكورة بالسر ثم ترجع
للنحال على اليمين المقاسية حاضرة مقاسية اللاعب وسيم الورغي ترجع رامي تلتمس ثم من جديد من جديد تقطع الكرة برامي تلتمس باش يلعبها فارق الأثاري ما توصلش إلى أحمد عثمان برج المراقبة وجنود المحطة الدفاعية حذرين بالنسبة لسبورتينغ النحال وكذلك السمعة وقت الروى الكرة لهجوم النحال تمشي كرة على الجهة اليسار هجمة مضادة للسمعة ميني فوق على اليمين يربح يربح المخالفة بعد العرقلة العرقلة الأخيرة على ملاعبي السمعة ميني فوت اسكندر بن حميدة اسكندراني السرعة عنده السرعة اسكندر هذا خاصة إذا شد الكرة وهرب على اليمين وقتها يلزمك تحاول تخلط عليه وتجيبه وتجيب الكرة يبدو لي المدرب أقرب حسابه بما أنه يعني ذا الأيسر حركي بالنسبة للنحال مجدين جريدي متفضل والكرة على الهدف الثاني على الهدف الثاني للسمعة من يفوت هدفين المقابل واحد تزيدة ممتازة تدشن الشباك من جديد 2-1 لصاحب الديار بعد ما كان هو السباق يرجع السمعة من يفوت يعني خطأ بين المدافع وحارس مرميه يسجل به لعب السمعة من يفوت منتصر عزوز كما قلت لكم عصفور هذا ما تعطيش الأمان هذه المرة ما يطيرش قريب من منطقة الجزاء خارج منطقة الجزاء كرة مجنبة تزيدة المدافع دربها كان ثم خطأ والكرة تمشي تبعث من الجيد بالراس تبعث من الجيد بالراس برمية التلتمس تقريبا مشاهدينا الكرام متابعينا عبر قناة نسمع 14 دقيقة في هذا الجزء الثاني في إطار الدور السادس عشر لكأس تونس بين السمعة من يفوت ممثل الوطن القبلي وسبورتينغ النحال ودائما النتيجة 2-1 بعد ما كان النحال هو الماخذ الأسبقية وبعد شوية تنفرحوا بهم كذلك السمعة جهة السمعة بما أنهم سجلوا زوز أهداف يلزم أن تكتكولهم نعملوا لهم دخلة مزيانة تمشي كرة تزايد ممتازة هذه المباراة قاعدين نراو في متعة وفرجة من خلال التسديدة وكذلك الومضات الكروية القصيرة على اليمين الكرة للنحال لكن فما مخالفة قبل ذلك أنا ولد السمعة قلبي أصفى من الدمعة كي نسمع التكويرة في الحومة تولي في عيني اللمعة تفرجت وتغرمت برشا ملعبية واليوم جي الوقت باش هما يتفرجوا فيا ننورهم اش نجم نعمل بقدامي خلينا نرسم احلامي ومالي حلمتي نطلع للعلالي ونشرف اهلي واحبابي والحارس المرمى حارس المرمى يشرف المناطق الدفاعيه للسمعه بالتصدي للرشيق في كره الاخيره تمشي كره بضربه مرمى من جديد للمحطه الخلفيه للسمعه مين يفوت حاليا الاناره الهجوميه موجوده لأبناء الوطن القبلي تمشي كرة بالراس دون خطورة حارس المرمى ماشي قوية يبدلها على اليمين يمشي بها يسبقها لاعب شاطر ممتاز يتوغل في وسط الميدان غيث فرحات في الكرة الأخيرة للاعب حركة حرك برشا هو التسديد هذه المرة تمشي من جديد رامي ثلاثة ماس ملعوبة لأبناء النحال على اليمين يمشي بها يفك له ممتاز يفك الكرة اختير 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 فوق المرمى اختيره كاد يسجل الهدف الثالث شنو تعمل في الكره الاخيره يا عبد اللطيف كريم وقت اذا تسجل الثالث تصعب المهمه رغم انه يعني من يفوت الراو برشا هدف والكره مقطوعه الراسيه رامي ثلاث تماس يمشي لمجدين جليدي يا ليتجو يلعبها تبعد في مره اولى من اسكندر بن حميده حتى الجمهور اللي هنا قاعد يتفرج قاعد مستمتع شيخ مع مباراه متخمره معاه وتزيده ثم بالراس ترجع من وسط الميدان التك تك ثم في مره اولى طلال المطميطي ثم في مره الثانيه عارك على كورته السحب كريم يلعب بجريتا بقليب يربح المخالفه في وسط الميدان تقريبا ملاعبي السمعه يطلب من ملاعبي ان حالي يوخر شويه يحترم الامتار القانونيه باش تكون كوره مباشره للمناطق الاماميه تزيده لكن ما تمرش ما تمرش بعد ما تضرب في نسيم عثمان تمشي برامية تماس من الجيد رامية تماس من الجيد يبدو لي الشوط الثاني شحن بطاريات كان باهي برشا لملاعبي السمعة من يفوت على مستوى الأداء والتمويل الهجومي تمشي كورة
حاضرين ملعب تل السمعة. الرمز السري للمنطقة الخلفية للمحطة الدفاعية للسمعة حنين مشفر، والكرة تمشي على اليسار، يهرب يحاول يمشي بها ملاعب اسكندر بن حميد ملاعب السمعة، ثم يتم افتكاكها من اليسار ناصر اسبوعي، ثم تمريرة مخطة ترجع كما جات، مبدأ السلام الأمني بعدها على مناطق في 17 دقيقة من هذا الجزء الثاني في إطار الدورة السادسة عشر لكأس تونس. تمشي لحالة سلا مرمى، يرتمي على الكرة بكل رشاقة ثم يربح معها بطريقة تكتيكية متاع كرة يربح بها الوقت. كما قلت لكم يعني بالنسبة لإذاعة الوقت في الميني فوت فما عقوبات تم إنذارها من الجامعة التونسية من المكتب الجامعة التونسية لكرة القدم المصغرة. يعني بالنسبة للعبة هذه يلزم تحترم القوانين نتاعها، يلزم تحترم كذلك الأهداف والرمزيات اللي بنيت عليها هذه اللعبة. تمشي رمية تماس لأبناء النحال من أحمد كحيلة يلعبها، ثم حارس مرمى في مرة أولى، ثم الوسط ويصال بن سليمان، كرة أرضية على الجهة اليمين ياخذها، استقبال ممتاز ترويض من أحمد عثمان ويدور بكورته ثم يربح ضربة المخالفة، يحاول يلعب الكرة بسرعة لكن كان من الممكن ان الحكم باش يعاود تلعب ضربة المخالفة. كان تدخل من الملاعب السمعة، على كل تمشي على اليمين، تدخل من الظهير الأيسر لأبناء سبورتينغ النحال من مجد الدين الجليدي يرتكب ضربة المخالفة على المهاجم خليل بوخياطة. خليل بوخياطة الهدف الثاني كان من الملاعب عصفور منتصر عزوز، منتصر ذي عيطول عصفور في السمعة في مدينة أو معتمدية ابن خيار. الجمهور يتابع ومازال ممكن ينتظر المزيد من الأهداف، ومن سيمتر الشباك السمعة بالثالث أو سبورتينغ النحال بالثاني، والكرة جلبة عكاشة المخالفة جدار من الملعب وحيد بالنسبة للنحال. الناصر الكرة بعيدة، هذه المرة لعب الكرة بقوة، خامة ممكن ياسر في القوة قبل التركيز والتأثير باش ترجع الكرة من جديد. ضربة المرمى ملعوبة قصيرة بين الحارس ويمانجا، ثم الناصر اسبوعي يحاول يعمل مراوغة يتلعب بالكرة لكن يرتكب المخالفة في انذار، وهو كذلك عنده الانذار بعد ما فكروا كرة يعرقل ملاعبي السمعة اسكندراني اسكندر بن حميدة. انذار للنصر الاسبوعي وباش ترجع الكرة بمخالفة في مناطقه بالنسبة للسمعة. قائد المحطة الدفاعية بليل او منتصر ياخذ راحته ثم يلعب الكرة قوية بجانب القائم الايمن، حاب يلعب الكرة مباشرة للمرمى، ترجع الحارس للمرمى في المدافع تضرب ثم تمشي الى الظهير الايسر تمريرة لواسف ترابيسي، تمشي رمية التماس من جديد. حاليا الريتم تاعها شوية ممكن في الدقيقتين من دقيقة 18 توصلنا 20 دقيقة في هذا الشوط الثاني. تتلعب رمية التماس بين بيكيسن بن ناجي، ثم ترجع من ناصر اسبوعي صاحب الانذار، ترجع له من جديد يسبقها ثم يمررها في العمق في الوسط الميداني لزميله بيكيسن بن ناجي. يلا يا بيكيسن كل شيء جاهز، مازالوا تقريبا 4 دقائق وبعض الثواني والعودة ممكنة، علاش لا؟ تمشي كورة بالراس إلى حارس المرمى إلى لؤي منجا، يلا يا لولو ياخذ الكورة يطولها تمشي مباشرة بدون عنوان تغادر المستطيل الصغير. كما تروع الصورة كان يطلب في الكورة أحمد عثمان بوحميد، ممكن قال له كان أعطيتني الكورة ومشيت بها خير، لعبها كانت على طول غادرت المستطيل الصغير وتمشي بضربة مرمى ملعوبة من المدافع ترجع عبد اللطيف كريم يغطي على الكرة حارس المرمى باش ترجع بضربة مرمى في 21 دقيقة. مشاهدينا الكرام ودائما النتيجة 2-1 للسمعة ميني فوت أمام سبورتينغ النحال، يعني نجم نقولوا تعالى الوقتي لأقدام السمعة. تمشي كرة على اليسار لكن تغطية حاسمة من الطارق الظهري المطرقة، يلعب رمية التماس توصل إلى زميله مجد الدين الجليدي يربح معاه المخالفة، يربح المخالفة مجد الدين في الكرة الأخيرة. بالنسبة لسبورتينغ النحال بطبيعته يعني كما قلنا يعني يتبع كابس جيم الجنوب
تنقل الفريق إلى الوطن القبلي بالتحديد إلى مدينة قربة أينما أقام ليلة السبت. تحضير يعني لمباراة اليوم. تمشي كرة ربي ضربة مخالفة، كرة أم جانبة أربحها في المواجهة الأخيرة أحمد عثمان، ثم باش يلعب الكرة الناصر أسبوع يوخر يخسر للكاش ثم يلعبها بعيدة، كرة كانت بعيدة تغادر المستطيل الصغير وتبقى النتيجة ما زالت دائمة لصالح صاحب الديار. جمهور بالنسبة للنحاك كان شعار نتاعو قوتنا في لمتنا، هذاك علاش ممكن فما بعض من الجماهير القاعدة تساند وتتابع وتناصر ملعبيتها وتناصر الكورجية الأصحاح. تمشي كرة للظهير الأيسر للنحال ملعوبها من غيث فرحات، يربح ضربة المخالفة، غيث يربح المخالفة. هل يستطيع في دقيقتين ونص تقريبا أبناء الجنوب العودة في النتيجة وإعادة المباراة لنقطة البداية ملعوبة، لكن تمشي يبعدها كما جيت. مبدأ السلام والأمانة من غيث فرحات في الكرة الأخيرة بالرأس، بالرأس كاد يسجل الثالث، كاد يسجل الثالث خليل بوخياتا. قلت لكم بوخياتا ذا يتحرك برشا، يحب برشا كور بالرأس، هذاك علاش يعني ملعبية يلعبوا كرات عطول. هاي كورة، هاي كورة، كاد يعدل، كاد يعدل، كاد يعدل، ممكن يركز شوية، عمل صعيب لكن السهل لمسة الأخيرة التسديدة المواتري الغايبة من ملاعب النحال صاحبي كريم. في 23 دقيقة ضربة مرمى باش ترجع لأبناء السمعة من يفوت للوطن القبلي، ملعوبة الكرة لحارس المرمى مباشرة، لحارس المرمى مباشرة، يعني بالنسبة على مستوى بطولة اسمها سوبر ليج. هاي كول، الهدف الثالث، الهدف الثالث لأبناء السمعة من يفوت. الكرة جلبة كان يهرب على اليسار بتسديدة أرضية خلط فيها حارس المرمى رقم 11 بالنسبة للسمعة من يفوت. خليل بوخياتا كما قلت لكم يلعب بالراس، لكن كان ممكن في الاستماع هذه المرة يبدل الخطة، يلعب كرة أرضية كما تروا فيه. هاي الأرضية وهي الصورة مشاهدينا والإعادة غلط فيها حارس المرمى لؤي منجا، يمشي يسبق الكرة ويسحق المرمى 3-1 في 24 دقيقة لأبناء السمعة من يفوت أمام النحال. بديت ممكن المهمة تصعب شوية على الضيوف، على أبناء الجنوب. كما قلت لكم بالنسبة للسمعة من يفوت على مستوى يعني لبطولة اسمها سوبر ليج عنده 13 نقطة، سجل هجومه 18 بوتو، اقبل دفاعه 18 بوتو يخليها بعيد عن اتحاد بن خيار صاحب المرتبة الأولى بسبع نقاط، وكذلك عن الخليدية الرياضية صاحب المرتبة الأخيرة بعشر نقاط. تمشي كورة تغادر المستطيل الصغير برمي التماس ملعوبة للسمعة من اللاعب رقم 11 صاحب الهدف خليل بوخياتا، لكن قبل ذلك كان زفر حكم مخالفة. ملعوبة على اليسار يحاول يمشي، فيها بوتو، فيها بوتو، الكرة كاد يسجل، كاد يسجل، كان يعني راس راس ما كاش المهاجم حمدي موسى. ملعوبة الركنية حارس المرمى يتصدى في مراولة ثم ترجع هجمة مضادة معاكسة للسمعة من يفوت، تمريرات على اليسار على اليمين، حارس المرمى، حارس المرمى كان هو ممكن الفارس في التصدي الأخير لؤي منجا لوسيم الورغي. تمشي كرة أرضية من أحمد تحيلة ثم أحمد القناوي مباشرة إلى حارس المرمى إلى هيكل شبوح بدوره يطولها إلى الظهير الأيمن لفريقه محمد شقرون. تمشي من الجيت لأبناء الجنوب يحاول باش يسجل الثاني، لكن حاضر المدافع يخرجها مباشرة إلى التماس. إن شاء الله سلامات، إن شاء الله لاباس لحارس المرمى في التدخل الأخير وفي الكرة. هيكل شبوح حارس مرمى للسمعة من يفوت اللي قدم مردود طيب يذكر فيشكر في مباراة اليوم. دائما في إطار الدوري السادس عشر كأس تونس بين السمعة من يفوت التي تنتمي للقسم الأول وسبورتينغ النحال اللي تنتمي للقسم الثاني. المجموعة السادسة، التقدم والتفوق لصاحب الأرضية للسمعة من يفوت رغم أنه النحال كان السباق، لأنه ماكينة السمعة تدارك نموله ترجع. وحارس المرمى يتصدى، حارس المرمى يتصدى للكرة الأخيرة، تمشي رمي التماس ملعوبة
من اللاعب طارق الظاهري في مرة أولى، ثم ترجع له طارق حاول باش يفتح الزاوية ويسدد لكن يربح المخالفة. مخالفة في الكرة الأخيرة من التدخل فيصل بوثريوة، ما يخليش ياخذ راحته ويسدد. فيصل يتحصل على الانذار في الكرة الأخيرة. الكرة ماهيش بعيدة على كاج مقابلة إلى مرمى، والمنفذ الصحبي لكريم يركز يخزر لأن مرمى من يمشي يلعبها زعما على اليسار تنجح وإلا على اليمين. هذا اللي باش نعرفوه أمام جدار مزوز ملعبي. ممتاز حارس المرمى، ممتاز التسديدة قوية ماطرة تمشي، لكن الوحش المرمى حاضر. هيكل شبوح يؤجل الزيارة مشاهدينا الكرام، تجي معاه نهاية المباراة. ترشح للسمعة من يفوت أمام سبورتينغ النحال بنتيجة 3-1 بعد ما كان الضيوف سبورتينغ النحال هم السباقة. يرجع السمعة من يفوت يسجل 3-1 بالتمام والكمال. إن شاء الله تكونوا تمتعتوا بهذه المباراة وبهذه الفرجة الكروية. شكرا لكم على المتابعة. حاليا باش نرجع الكلمة ليك زميلي مكرم البيشي. يعطيك الصحة فخر الطاهري زميلنا، شكرا ليك على الوصف والتعليق على هذه المباراة المشوقة. كما قلت نتمناو الأهداف يا أخي، تحركت بزايد أقدام المهاجمين بما أنه الفترة الأولى متعادلة سلبا 0-0، لكن فترة ثانية 4 أهداف بالتمام والكمال. كما ذكرت أنت فخري سبورتينغ النحال لا يعترف بالأقسام بالطبيعة، بادر بافتتاح التهديف، ثم السمعة من يفوت بالطبيعة الخبرة لعب الدورة بما أنه فريق منتمي للقسم الأول. دونك ألف مبروك للسمعة من يفوت أحبائه وعشاقه، وأيضا هارد لاك لسبورتينغ النحال، ما عنده منش يخجل. فريق وصل للدور هذايا دور 16 من مسابقة كأس تونس في أول موسم بالطبيعة في كرة القدم المصغرة. نتمنى له حظ موفق في باقي المشوار. نذكر أنه النجم الرياضي بسيلانا كان هزم قدم اتحاد الرياضي بن خيار بضربات الجزاء 4-3 بعد ما انتهت المباراة 2-2، وأيضا أولمبيك ويد ليل كان هزم خارج الديار بركلات الجزاء قدم تزركة من يفوت 3-1 بعد ما انتهت ايضا المباراه بهدفين مقابل هدفين. لكن اليوم السمعه من يفوت ينهيها في وقتها القانوني والاصلي ب3 أهداف مقابل هدف وحيد. يظهر الوطن القبلي اون فورس بما انه 3-3 المباريات المنقوله على نسمة الكل كانت فيها الغلبه بلوتو للانديه المنتميه للوطن القبلي. بالنسبه لهوات وعشاق كره القدم بعد اللعب، نذكر انه ديربي العاصمه انتهى بفوز النادي الافريقي بهدفين مقابل هدف، نتيجه وحيده كانت منقوصه قبيله. نذكر بها الان ان نجم الرياضي الساحلي 3-3 قدم نجم المتلوي والمباراة لا زالت متواصلة. إذا أجمل تحياتي مكرم البيجي، بقية متابعة طيبة لبرامج قناة نسمة. في لمن.